اهلا بيكم، انا عز الدين حسين، ليد انجينير بشركه دي ام وير. حابب اقدم لكم لمحه سريعه عن استراتيجيه دي ام وير للهايبريد كلاود. غالبا فرق تكنولوجيا المعلومات في اي مؤسسه بتلجا الى الكلاود لقدرتها على توسيع بنيتها التحتيه الموجوده في الداتا سنتر والتعامل معها بشكل افضل من الشكل التقليدي، لكن دايما بيفضل في عدم ارتباط وفواصل ما بين الداتا سنتر والكلاود. ده اللي بتقدر دي ام وير هايبريد كلاود انها تقدمه للمؤسسات، وذلك من خلال توسيعه الداتا سنتر بسهوله وبدون اي حدود، نقل جزء او كل التطبيقات من الداتا سنتر للبابليك كلاود بسرعه وباقل تكلفه وجهد. كمان اقدر استغل واحده من اهم مميزات الكلاود وهي التوسع على حسب الاحتياج، والاهم ان كل ده بيتم بنفس الطرق والادوات المتاحه حاليا مع فريق العمل بدون الحاجه للتدريب على ادوات جديده. لو حابين تعرفوا اكتر على الموضوع زورونا بجايتكس.